أكبر الله أكبر. الله أكبر. أنه توفي في هذا اليوم وفي هذا الشهر الفضيل الذي يعتق فيه الله تبارك وتعالى الرقاب من النار ويدخلها إلى جنانه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من أهل الجنان وأن يدخله على الأمة بالرحمة والمغفرة. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فقدنا واحد يعني من أعز ما أنجبت مدينة سعيدة، كان مناصر، كان مرافق، كان رئيس لجنة أنصار، شغوف بالكرة، شغوف بالفريق، يحب بلاده، يحب فريقه، يحب الساكنة تاع سعيدة. اليوم الرب سبحانه خلى أمانته في هذا اليوم. بالمناسبة نترحم على روحه الطاهرة وندعو له ان شاء الله بالمغفره الرحمه والغفران ولذويه كذلك الصبر والسدوان. الوالي ربما كان عنده حفل هو سكن اطفاله، هل ترى الوعود التي كانت من طرفكم حول السكنات ان شاء الله يتحقق؟ ان شاء الله يتحقق، يتحقق بربي ان شاء الله. الفقيد محمد مسعادي رئيس نادي مولوديه سعيده الله يرحمه ويسهل عليه، وعلى كل حال كيفاش نقول لك ما نجمش نعبر، الصدمة كبيرة وكبيرة جدا، وخاصة لي أنا اللي كنت رئيس هذا النادي، وكذلك في وقت هذا في سنة رمضان إن شاء الله نطلبوا له الرحمة والغفران والصبر لكل عائلة الكروية كلهم. كان نشهد له بالالتزام تاعو والعمل تاعو والتفاني في دفاع الفريق، وعلى إن شاء الله في هذا الشهر الكريم إن شاء الله نطلبوا له الرحمة والعائلة تاعو الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. سي محمد الحق الفترة الأخيرة هذه ما خطيناهاش، كنا يوميا عنده تولي دو تروا جور كنا نزوروه، والله غالب أمور هذه تاع ربي سبحانه. حاجه اللي نشاهدوها لها الشيء اللي داره، دار كثير للفريق تاع مولودية سعيده، خلى اكثر من نص حياته مولا تقريبا نحصي عليه على مولا 16-17 عام، وهو في ذاك الوقت كان عاد صغير، كان يمارس معنا في الـ في الـ في مع الجماهير، مع كان هو القائد تاع الجماهير، هو القائد تاع لي تريبين تاع الموت، رحموا عليه. الله يعمل رب العالمين ان شاء الله وليداته يواتيهم بالصبر. وحنا سيتادير كاع سعيده راهم تعزيا فيه، كي الرياضيين كي غير الرياضيين كي كاع بصفه عامه، كل سعيده، كل مواطنين سعيده راهم تعزيين فيه. في هذه المناسبه نتقدم بتعازينا خالصه لاسره الفقيد والى اسره الكره السعيديه، ونطلب من العلي القدير في هذه الايام المباركه من الشهر الفضيل ان يترحمه برحمته الواسعه، وان يرزق ذويه وعائلته جميل الصبر والسلوان، وكل محبي فريق مسعيده ان لله انا اليه راجعون. واش تنقول خويا؟ نقول لك الله يرحمه، الاولى هي الله يرحمه، نعاونوه بالرحمه. لما هذا الانسان هذا اللي مات الله يرحمه، انسان ولد بلاد ويبغي المولوديه ويبغي ولاد بلاده ويبغي فيه الخير، نهضروا فيه، نعرفه مليح انايا، نعرفه مليح، نعرفه كاع ملي كان صغير، شتا هو فيه الخير، فيه الخير، فيه الخير، خير كبير، شتا هو نطلبوا له الرحمه. هو مسكين هذا الانسان هذا مات فقير، مات فقير ومات فقير. فقير باسم الكلمه، سي محمد سي بسعادي هذا بريزيدون تاع لاماتير تاع مولودية سعيده، اللي للان
ما عنده السكنة. أنا حوالي 30 سنة، 30 سنة هو معنا في الفريق ويحب سعيدة ويحب الفريق، وكانت آخر كلمة تاعها أنا حضرت عليها ويموت، كان يقولنا تهلاو في بعضكم ويبغي ليكيب ويبغي سعيدة وحار عند البلاد، وكاين تي ميساج لمستهل السلطات باش يعاونوا العائلة تاعه، العائلة تاعه عنده ولده وعنده جوج بنات باش يعاونوا ويعطوه السكنة، خاص هو ما عندهش، هو عندها الأخ تاعي هذا. ديجا الناس اللي حضرت هنا راهي تبين لك المكانة تاع وسط ولاية سعيدة وسط المولودية، وهو هو فنى كاع حياته كرة القدم مع الفريق تاع المولودية، وراه توفى في شهر مبارك. نطلبوا ربي، نطلبوا له ربي رحمة والمغفرة، وإن شاء الله يكون أهل الجنة إن شاء الله. ونشكر جميع الناس اللي حضرت الجنة تاع الشيخ خويا هذا، وربي يحفظكم أنتم قناة النهار وربي يجازيكم. حنا اش نقولوا، هذا خونا مسعدكم اهل الجنه ان شاء الله. ونشكر جميع الناس اللي حضرت الجنه تاع الشيخ خويا هذا، وربي يحفظكم انتم قناه النهار وربي يجازيكم. حنا اش نقولوا، هذا خونا مسعدي ولد سعيده ربي يرحمه. واش نقول، ما طلبوا غير الرحمه، هذا اقل شيء نديروه له. والحمد لله سيطا دير سيطا دي، كما يقول لك انسان مسكين ومات مسكين. نطلبوا التفاته طيبه من السلطات المحليه، اذا كان امكن في الامكان يشوفوا وليداته وربي يعاونكم. وفي شهر رمضان طلبوا الخونة هذا الله يرحمه ويسع عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنوا من السلطات ثاني يعاونوه. انا سمعنا باللي هذا السي مسعدي ما عندهش حتى سكن، يعاونوه غير في سبيل